دول حزب وطني، وزعوا دول اخوان مسلمين بيوزعوا ورق عشان الناس تاخده، بيقولوا نعمل التعديلات الدستوريه ونعمل الاستفتاء. ده متهيألي فرض رأي، مش حرية اختيار يعني. واحنا المفروض ان احنا داخلين على ديمقراطية، يعني المفروض ما يبقاش فيه الاسلوب ده. يا سلام. ودول برضو تبعهم، ده في حي الابراهيمية، احنا في شارع لاجتيه في الابراهيمية. عشان في فعلا في اي مدرسه حضرتك جالك مدرسه حضريه؟ لا ما صورنيش. مدرسه التنمويه موسى؟ طبعا عشان افتكر. اه لو دي اساسا كاميرا.